هذه هي أثيرته، هذه هي آثار قذيفة الهاون التي ضربت على أحد منازل الناشطين، ما أدى إلى تفريد المنزل وحرق الممتلكات. كفر شمس 28/5/2012. انظروا إلى هذا الدمار. فهذه هي أفعال الجيش السوري، يدخل إلى أي بلد فيحرق ويخرب من فيها. الله أكبر. هذه هي آثار القصف على بلدة كفر شمس، سرق ونهب وتكسير وحرق. هذه هي ما تبقى من هذا البيت بعد قصفه قبيل الخاون كفر شمس 28/5/2012. الله أكبر. هذا ما بقي من هذا المنزل.